يبشرون بالموت فتعرفون بالقيامة فتدخلونني إلى الكنيسة القبطية كنيسة محافظة، بمعنى انها بتحافظ على الايمان المستقيم السليم، وبتسلمه للاجيال القادمة بنفس الحرارة وبنفس الاستقامة والامانة اللي استلمته بيها الكنيسة. كذلك ايضا هي بتعبر عن الحفاظ على الثقافة، لان الثقافة هي التعبير عن الايمان. فالانسان المؤمن بيعبر عن ايمانه السليم بالحفاظ على التراث والتقاليد والفن والموسيقى واللغة، كل دي تعبير عن استقامة الحياة. الفن القبطي مميز للكنيسة القبطية وعن بقية الكنائس، يعني احنا هنا حوالينا كل الطوائف الأرثوذكسية زائد الطوائف الكاثوليك والبروتستانت وإلى آخره، كل دول كل كنيسة ليها ما يميزها من فنون. فإحنا برضو عندنا الفن القبطي يميزنا بما فيه من رموز ومعاني روحية عميقة وجميلة، وتعطي دفء وتعطي حياة وتعطي جاذبية للكنيسة. النهاردة احنا فرحنا بإنجاز الأعمال الفنية اللي قام بها الفنان الباشمهندس عادل نصيف، سواء كان الموزاييك أو الأيقونات، وبنشكر الله على هذا الإنجاز. والكنيسة بقى ليها ملامح قبطية جميلة معبرة، تعطي روحانية، تعطي دفء في المكان، وتعطي تأثير وتشع روحانية وإيمان في قلوب المؤمنين. نشكر الله على هذا الإنجاز، وفرحتنا كبيرة بوجود سيدنا معنا، جي عشان يحتفل معنا بالتشييد اللي حصل للأيقونات الجديدة. عندنا الأسبوع اللي فات دوت كان مقيم معنا الأستاذ الفنان عادل نصيف، عملنا 4 أيقونات كبار في جوه الكنيسة، و3 أيقونات على الواجهة، عبارة عن حضن الآب لكن في صورة جديدة غير المعتاد عليها بتاعة البندوكراتور، عاملين المسيح قائم وجنبه يوحنا الرائي. وعملنا كمان ايقونتين على اليمين وشمال المذبح، حاجة من العهد القديم وحاجة من العهد الجديد، ايقونة بتحكي الحدث بتاع التجلي، وايقونة التانية بتاعت العهد القديم فيها الحلم اللي شافه يعقوب ابو الاباء. وكمان عملنا ايقونة في المعمودية فيها شكل يوحنا المعمدان أثناء العماد بتاع ربنا يسوع المسيح. وعلى الواجهة بتاعت الكنيسة معمول 3 أيقونات مستديرة فيها شكل المسيح وشكل العذراء والبابا أثناسيوس على اسمهم الكنيسة هنا.
فحاجة جميلة وفن راقي جدا بيقدمه الفنان عادل نصيف. وبرضو فرصتنا ان احنا هنا في هولندا سيدنا من عشاق الفن القبطي، ودايما يحب ان هو الكنيسة تكون مزينة بالايقونات دي، ففرحتنا كبيرة. ربنا يخلي لنا سيدنا ويديمه ويعيش ويعمر، واهلا بكم النهارده معانا. وانا الحقيقة اتشرفت بان انا قمت برسم ايقونات حامل الايقونات في الكنيسة عام 2005، وحصل بعد كده شعب الكنيسة عمل اعادة بناء للكنيسة، ونشكر ربنا احنا النهاردة موجودين في الكنيسة لاستكمال الاعمال الفنية في الكنيسة. فخلال هذا العام انتهيت من الرسوم صحن الكنيسة ايقونات كلها من الفن القبطي اللي بيترسم بالطريقة التقليدية بالخامات والاكاسيد الطبيعية، علشان احنا بنعمل كده عشان احنا بنرسم العمل في الكنيسة بندرسه بنقدم فيه فكر روحي ولاهوتي وطقس وعقيدي بيمثل شخصية الكنيسة. فالاهم من كده ان لازم هذا العمل يكون يعيش، ان احنا مش جيل ينتهي ويأتي من الاخرين بعد سنة او اتنين فنشيل ونغير، وده بيوفر في عمر الكنيسة وفي مصاريفها، وفي نفس الوقت بيدي قيمة وثراء للكنيسة ولشعبها على مدى السنوات، لان احنا مفروض بنسلم لبعض، فبنترك كل واحد بيترك جزء من تراث الكنيسة. فبشكركم جدا وبشكر تعبكم وبشكر قناة سي تي في. احنا النهاردة سعداء جدا باللي بيحصل في كنيستنا، بنكمل اللي اتعمل في 17 سنة، وتغيرت الكنيسة من كنيسة صغيرة جدا الى صرح كبير زي ما انتم شايفين. عندنا 35 ايقونة وموزايك كلهم عاملهم فنان واحد الاخ عادل نصيف، واحنا سعداء جدا باللي هو عمله. وما ننساش فضل ابونا يوئيل البراموسي وابونا استفانوس، بالاضافة للاباء اللي كانوا بيساعدونا من خلال مجيئهم من اماكن بعيدة.